تعتبر سيارة الرينج روفر الأشهر من سيارات الدفع الرباعي الفخمة بأسواقنا، بل يمكن أنه بيعتبرها البعض الأفخم بسيارات الدفع الرباعي. وهي إحنا بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017 عم نتعرف على سيارة الرينج روفر 2018 أوتوبيوغرافي لونج ويل بيس. وطبعاً ومثل ما تعودنا من رينج روفر، تيجي هاي السيارة بمستوى من الرفاهية بليق باسمها العريق، مع استخدام لأجود المواد بصناعة السيارة، إضافة لتجهيزات مثل إضاءة LED بالكامل، نظام تكييفي أوتوماتيكي رباعي المناطق، نظام صوتي من شركة ميريديان ب 19 سماعة، وأربع كاميرات خارجية لأعطائك منظور 360 درجة من داخل السيارة. بيجدر الذكر أنه هاي السيارة عم تتوفر بخيارات من 3 محركات، وعم بيبدأ سعرها من 645 ألف درهم.